طيب نيجي للنوع الثاني من الريجولايزيشن اسمه دروب اوت. ايش الفكره الاساسيه تبعته؟ الفكره الاساسيه تبعته انه انا في عندي نتورك بهذا الشكل، تمام، بروح بعمل لكل طبقه حاجه اسمها دروب اوت ريت، ريت بالضبط، او probability ان صح التعبير، والقيمه تبعتها اكيد بطبيعه الحال بين الصفر والواحد، تمام. هذا الكلام بطبقه على كل طبقة. فهنا في الطبقة الأولى لما يكون 0.5 معنى ذلك أنه هو حيختار بشكل عشوائي نص النودز، نص عدد النودز، وراح يخليهم أوف، تمام. فبالتالي أنه في الطبقة هذه اختار أنه يعمل أوف لهاي ولهاي الثانية والرابعة. الطبقة الثانية نفس البروبابيليتي 0.5 حيختار ثنتين، لكن هنا اللي وقع عليهم الاختيار الأولى والرابعة بالضبط، والأخيرة إنه هي الأولى والثالثة، تمام؟ طيب زي ما أخذنا في الريجولايزيشن إنه شفنا إنه هو كيف بيشتغل، حنشرح ليش الدروب أوت ريجولايزيشن بيمنع الأوفر فيتنج، بس خلينا أول نشوف كيف ممكن نعمله إمبلمنتيشن. حكيت في الامبلمنتيشن حنستخدم حاجة اسمها inverted dropout. ايش يعني inverted dropout؟ يعني بدل ما نعمل drop out probability بعمل حاجة اسمها keep probability، تمام؟ ايه؟ لا، كيف نفس المعنى؟ بالضبط، اه بالضبط. بس هذه انه ليش انا بعملها زي هيك؟ انه يعني عشان نشوف تفاصيل الامبلمنتيشن تحت عندنا، حتشوف كيف. هنا الكيب بروبابيليتي 0.8 معنى ذلك انه حيعمل دروب ل 20%، تمام؟ حيخلي 80%. لنفترض انه انا في عندي مثلا شبكه وبدي اعمل هذا الكلام، بدي اعمل امبلمنتيشن للطبقه لللاير 3 للطبقه الثالثه، تمام. بدي اعرف ماتريكس جديده، تمام، اسمها دي 3. ايش هي الدي هذه؟ هي ماتريكس تبعت الدروب. ايش بتساوي؟ ان بي راندوم راند، تمام، باخد الشيب تبعتها، فبروح بيولد لي انه ارقام عشوائيه، تمام، وبروح بفحص انه كل رقم عشوائي في هذه الماتريكس انه هل هو اقل من الكيب بروبابيليتي. بدي اياكم تتخيلوا الموضوع زي هيك، انه انا عندي الدي 3 هيها بيتم توليد ارقام عشوائيه فيها، والدايمنشن تبعتها نفس الدايمنشن تبعت الطبقه هذه اللي هو ال 3 اللي هو اي 3 دوت شيب، تمام، الاكتيفيشن تبع الطبقه الثالثه، تمام. يعني بدي اخذ الشيب تبعتها، يعني انه بالضبط. فهجيت لما احكي انه ماتريكس واطبق عليها بوليان اوبريشن، يعني انا اقول مثلا اقل من 0.8، شو الماتريكس اللي بتنتج انا عندي؟ اه بالضبط، بوليان، تمام. فحتطلع انا عندي هنا مصفوفه اصفار وحايد، اللي اجى نصيبه واحد حيضل ضاوي، واللي اجى نصيبه صفر حيطفي، تمام. بالضبط بالضبط، يقارن الكيب بروبابيليتي، انه يفحص انه يطبق عليها انه هل انه لما اطبق زي هيك انه اصغر من 0.8 معنى ذلك انه حيفحص العنصر الاول هل هو اصغر من او اصغر من 0.8 ترو ولا فورس، هذا اصغر من 0.8 ترو ولا فورس، فبالتالي المصفوفه حتكون ترو فورس اصفار وحايد، تمام. كيف؟ بس كيف؟ الاصفار حيكونوا انه النودز اللي حينطفوا، تمام. طيب ان بي راند راندوم راند هذه بتولد ارقام عشوائيه بين الصفر والواحد،
هجيت هذه العملية إيش حتولد؟ حتولد لي مصفوفة عشوائية، تمام، بين القيم تبعتها بين الصفر والواحد، والدايمنشن تبعتها نفس الدايمنشن تبعت اللاير هذا كله، عشوائية بشكل كامل. يعني هنا المصف كيف؟ ممكن، كيف يعني ممكن يطلعوا الأرقام أصغر من 0.8؟ تمام، كيف بده يختار ال20% اللي بدهم ينطفوا؟ حاجة الراندوم هذه انه بتطلع لي انه راندوم يعني بشكل عشوائي، تمام؟ فاللي بشكل عشوائي هنا مثلا انه ممكن انه هذه تطلعها 0.3، هنا 0.9، هنا 0.7، هنا مثلا 0.1، وهكذا. حاجات بروح بفحص كل قيمة اللي هي أقل من الكيب بروبابيليتي، البوينت ثلاثة أقل، فبتتحول إيش؟ بتصير إنه هنا إنه صفر، بوينت تسعة حضل واحد بهذا الشكل، تمام، وهكذا. حاجات الخطوة الثالثة إيش بروح أسوي؟ بروح بعمل مالتيبلاي. مالتيبلاي لإيش؟ ركزوا معايا، الـ A في الـ D. الـ A اللي هي إيش؟ الـ Activation، الـ Output تبع هذه الطبقة، تمام؟ قبل ما أعمل الـ Dropout. والـ D هذه المصفوفة إيش؟ بوليان. فبالتالي النود اللي حتنطفى حتنضرب في زيرو، فبالتالي خلاص بتنطفى. واللي النود اللي حتضل لما اضربها في واحد حتاخذ قيمه الاكتيفيشن تبعتها، تمام. اخر خطوه ايش بروح بسوي؟ بروح بقسم اي 3 على بوينت 8، بقسم اي 3 على بوينت 8 اللي هي الكي بروبابيلتي. يعني هنا لو كان في عندي 50 يونت، لو انا بدي اطفي تقريبا 20%، مش بالضروره انه كل مره 20%، مره ممكن يعني تطلع أنا عندي 10 نوتس إنه راح يطفيها بتمثل 20% من الـ50، مرة 9، مرة 7، it's okay, it's fine. كيف؟ الكيب بروبابيليتي بالضبط، تمام؟ فبالتالي هنا لو كان في عندي 50 يونتس في هذا النيورون، 10 منهم حصير اوف، لأنه 2% إنه أو 20% إنه حينطفى، تمام؟ أي 20% إنه راح ينطفى. تمام؟ طيب، عرفنا كيف نعمل implementation؟ implementation سهل، صح؟ طيب، ضل شغلة أخيرة إنه زي ما اتفقنا إنه أنا في عندي two modes في الديب نتورك. في كبستين في الديب نتورك، كبسه للترين وكبسه للبريدكت. هذا كلام حكيناه المره الماضيه. هل الدروب اوت ممكن انا اطبقه في البريدكت؟ لا، خطا فادح ان انا اطبقه في البريدكت. ليش؟ لو طبقته في البريدكت معنى ذلك انه الاوتبوت، انه يعني شوفوا طلعوا على الشبكه، هذه الشبكه تبع يعني النتورك بتتغير الاركتكتشر تبعتها، صح؟ وهذا الكلام بيعتمد على random probability، أنا مش عارف مين النود اللي حتنطفى. فبالتالي لو استخدمت هذا الكلام وقت البريدكشن هيسبب مشاكل، إنه بعمل بريدكشن على instance مرة بيطلع كذا، المرة الثانية بيطلع شغلة مختلفة، بسبب إنه النتورك architecture أصلاً اختلفت. فبالتالي هنا وقت البريدكشن ما بستخدم دروب أوت. أو بمعنى آخر بخلي الكي بروبابيليتي واحد، بريح راسي، وإذا أنا بديش أغير في الأركيتكتشر بمرر الكي بروبابيليتي واحد، معنى ذلك إنه مش حيصير في عندي دروب أوت. اتفقنا؟ اتفقنا. تمام؟ طيب، نيجي الآن بدنا نفهم كيف ممكن الدروب أوت يمنع
الاوفر فيتنج. هل جيت استخدام لدروب اوت وقت التريننج كيف بيمنع الاوفر فيتنج؟ انه انا بمنعه انه هو يعتمد على فيتشر معين ويزود الويت تبعه. كيف بيتم المنع؟ انه ممكن في اي لحظة عشوائيا انه الويت هذا اللي انزاد انه يصير اوف، يتفركش، فبيعطيه فرصة انه هو كيف لا هجيت في الاوفر فيتنج زي ما اتفقنا انه ايش ممكن انه هو يصير، انه الويت تبع نودز معينه انه هي بتزيد والويت الثانيه بتقل كثير، تمام؟ فانا بدي امنع هذه الشغله، انه هو بده يعتمد على شغله معينه بس، انا بدي اياه يتعلم من كل الفيتشر، تمام؟ فبالتالي كيف بدنا نفركش له هذا الكلام، نفركش له اعتماديته على فيتشر محدد، بانه النود اللي الويت تبعها ممكن انه هو يزيد باستمرار، انه نخلي احتماليه انه النود هذه انه هي تطفي بالدروب اوت بروبابيليتي، فبالتالي انه خلاص بتعلم انه بقدرش انا اعتمد على هذه لانه ممكن في اي لحظه انه هي تصير اوف. واضحه؟ صحيح. صحيح، لكل تريننج اتريشن. يعني هلقيت في الاتريشن الاولى اجيت طبقت اكس 1 واكس 2 واكس 3، تمام؟ اجي باجي هنا انه انا بدي هنا طبقت الدروب اوت ريت انه 0.7 مثلا على سبيل المثال، هنا معنى ذلك انه هو بده يحدد انه بده يعمل اوف لاثنين، اي اثنين منهم بروح بختار بشكل عشوائي زي ما شفنا في الامبلمنتيشن، تمام؟ هلقيت الامبلمنتيشن انستنس الجاي ممكن انه اثنين غير هذول ينطفوا. بالضبط، لانه البروبابيليتي في اللاير هذه ثابته، ثبتتها انا حطيت 0.7، تمام؟ يبقى كمان مره زياده الويتس باعتماد على فيتشر معين، تمام؟ بصير يعني بنبطل مفعول هذه الشغله من خلال انه بشكل عشوائي ممكن انه في اي لحظه انه النود هذه تصير اوف. معنى ذلك انه هو بصير انه هو يعتمد، يعني لما يبدا يحفظ ان صح التعبير، لما كيف بصير الاوفر فيتنج؟ ببدا يحفظ، انا بديش انه تحفظ، انا بدي تفهم الباترن تبع البيانات. فبالتالي ال 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 اللي انت حفظتيه كيف بدي افركش لك اياه؟ تمام؟ بروح بقول يعني انه اللي انت تعلمتيه اللي حفظتيه هذا انه بعمل له دروب، تمام؟ الويت هذا اللي ازداد انه على سبيل المثال اذا انا مثلا على سبيل المثال الاتريبيوت تبع الايج اخذ اهميه اكثر وازداد الويت تبعه، انا بدي اياه يتعلم من بقيه الفيتشر، ممكن في اي لحظه الفيتشر هذا او الويت هذا انه يصير له دروب، ساعتها انه ممكن انه هو يعطي له فرصه يتعلم من الفيتشرز الثانيه ويمنع الاوفر فيتنج، تمام؟ هاجي تلاحظوا هنا في هذه الطبقه انه فيها يعني الانبوت ثلاثة، هنا فيها سبعة نيورونز ثلاثة اثنين واحد. بتلاحظوا انه الطبقات اللي قريبة من الاوتبوت انه عادة بتكون انه بطبقش عليها دروب اوت، لانه هنا لو بدي اطبق دروب اوت على الاوتبوت يعني شغلة مستحيلة انه مرة يطلع اوتبوت ومرة ما يطلعش، لا ما بديش هذا الكلام، بدي اياه دائما يطلع اوتبوت. والطبقة التي قبلها عشان فيها نيورونز اقل يعني قليلة بالمقارنة بالطبقات الثانية، تمام؟ فممكن انه مش اول تنتين، يعني انه الطبقات الوسطى، تمام؟ بعد من الطبقة الأولى لغاية الطبقة ما قبل الأخيرة مثلا ممكن انا اطبق. طيب قديش الرينج اللي انا ممكن احطه؟ ممكن احط من 0.5 ل 0.7 الكي بروبابيليتي، تمام؟ وهذا الكلام ما اجى من فراغ، اجى من خلال يعني تجريب، يعني انه كيف انه الدروب اوت انه صار
يعني اجت فكرة انه تطبيق لدروب اوت، لانه في مجموعة من الباحثين ايش عملوا؟ كان الهدف الاساسي تبعهم ان هم يعملوا شبكة اصغر، اخذوا بري تريند موديل، تمام، وبسبب انه حجم الشبكة كتير كتير كبير بدنا نصغره. ليش بدنا نصغره؟ عشان بدنا اياه انه يعني فت على الميموري تبعت الجوال مثلا على سبيل المثال. فكيف بدنا نصغر الموديل؟ صغر الشبكة. طيب راحوا صاروا بشكل عشوائي يطيروا نودز، ضلهم يطيروا نود يطيروا نود يطيروا نود باستمرار، والأداء ما بتأثرش. يعني وصلوا لدرجة إنه 50% من النتورك أو من النودز طارت، نقص الأداء بس 1%. فبالتالي إنه حصل على بيرفورمانس مقبول، ولكن في نفس الوقت إنه عمل موديل كومباكت صغير في الميموري، ما بيحتاج حيز كتير كتير كبير. فبالتالي عشان هيك أنا عندي النسبة هذه إنه ممكن إن أنا أجرب فيها. هذا على فكرة هايبر باراميتر ممكن إن أنا أجربه، يعني أضلني أجرب، مرة أجرب 0.5، مرة أجرب 0.7 وهكذا يعني. وكمان مرة أنا ما بقدر أشوف تأثير لدروب أوت إلا أجرب بدون دروب أوت. يعني دائما أول تجربة إنه أنا أجرب بدون، أشوف كيف شكل المنحنى في أوفر فيتنج. كيف بدي أعرف إنه الدروب أوت منع الأوفر فيتنج؟ من خلال إنه أنا أطبق بدون أوفر فيتنج، بدون دروب أوت، وبعدين أطبق الدروب أوت وأشوف كيف شكل المنحنى. تمام؟ إذا ما كانش فيه أوفر فيتنج بالأول، عشان إيش؟ ممكن إنه إيش أعمل؟ لا 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 لا، ليش بنفعش؟ لأنه الدروب أوت أنا بطبقه وقت التريننج، وقت التست إحنا زي ما اتفقنا. وقت التريننج انا ما بهتم كثير بشكل كثير كثير كبير في الذاكره، تمام. انا بهتم في الذاكره وفي سرعه البريدكشن اللي هو الانفرنس تايم، انه في وقت التست. لا 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 لا، حاجات في الترين ليش بياخد وقت؟ لأنه أنا بدي أحسب الأوتبوت، بدي أعمل فورورد باس، وبعدين بدي أعمل باكورد باس، أعمل أبديت للويت. كيف؟ في العادة إنه ليش؟ لأنه هي عبارة عن إنه بس جمع، ما في أبديت للويتس، إنه أنا بعمل فورورد باس بس، ما بعمل تعديل للويت. اللي بياخد وقت تعديل الويت انه الويت القديم يساوي الويت الجديد زائد الدلتا دبليو او الالفا في الدي دبليو. فبالتالي انه هذه العمليات لو بدي اعملها على كل النيورونز هي اللي بتاخد وقت. طبعا احنا اتفقنا انه اضافة الطبقات بيمكن الموديل انه هو يتعلم من هيدن فيتشرز، تمام. فبالتالي لو انا بدي اقلل، لما اقول والله بدي اصغر الموديل عشان انه ما يطولش او شغله زي هيك، يعني اذا كان طبيعه البروبلم انه بتقبل على موديل يعني شبكه انه مش كتير كتير كبيره، هذا احسن واحسن. عشان هيك احنا حنشوف فيما بعد، تمام، انه انا بدي ابني 3 شبكات: شبكه صغيره، شبكه وسط، شبكه كبيره، وبشوف الاداء تبعهم، وبقدر انه انا اعمل انه انا احدد في اي اتجاه اروح. إذا كان الأداء تبع الشبكة الصغيرة مش تمام، معنى ذلك إنه الشبكة الوسط أو الأكبر إنه أداها أفضل، معنى ذلك إضافة طبقات إنه بينفع. لو كان أداء الشبكة الصغيرة ممتاز وتمام، معنى خلاص ما فيش داعي للشبكات الكبيرة والتعقيدات هذه. تمام؟ يبقى اتفقنا ان الطبقات الاخيره ما بطبق عليها. الطبقه الاولى عاده انه مش شائع، دائما بحطها انه 1، الكي بروبابيليتي انه ما بطبق عليها، انه انا اعمل دروب لواحد من الفيتشرز.
ولو صار انه انا بدي اعمل دروب بحط انه يعني الكيب انه 0.9، ما بحطها انه مثلا قيمه كبيره مثلا زي 0.5 او 0.7. الافضل انه خلاص انه انا اعتمد انه واحد، ما بعمل دروب للطبقه الاولى اللي هي طبقه الفيتشرز. تمام، ببدا من هنا لغايه هنا، هنا بطبق الدروب اوت probability. تمام.